نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبتأكيد وإحنا بنتكلم عن الأخلاق، عن القيم، عن العادات الأصيلة. دايما أدياننا الإسلامية بتحث بشكل كبير على كل ما هو إيجابي، على كل الأخلاقيات اللي بتجعل المجتمع بيسعى إلى الأفضل ويسعى إلى النمو وإلى التحضر. من خلال حلقتنا النهاردة ومن خلال فقرتنا هنشوف إزاي بالفعل الدين الإسلامي بيرسي بهذه القواعد في المجتمع بمختلف التعاملات. يعني إحنا في المجتمع المصري هناك أديان مختلفة، هناك الدين المسيحي والدين الإسلامي، ولكن الأخلاق والعادات والتقاليد والقيم والتعامل لا يختلف بين أي إنسان. علشان كده خلونا نعرف أكتر من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء الأزهر. بنرحب بيك يا فندم، منورنا في مصر جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى. يعني الفترة اللي فاتت شهدت بعض التركيز على السلبيات في الشارع أو في السلوكيات المصرية بشكل عام، وده اللي بيقوم بيه هو الناس اللي هم بيقعدوا يصوروا وينزلوا الحاجات على الانستجرام والفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها، فالتركيز بيبقى على السلبيات. انا اختلف شويه مع الناس، لان انا ازعم ان لسه في اخلاق ولسه في عادات وتقاليد محترمه لسه الناس عايشه بيها كتير جدا. عايز اعرف من وجهه نظر حضرتك القله اللي بتتسبب في هذا الوضع او في السلوكيات الخاطئه، ازاي نقدر نرجعهم تاني لعاداتنا وتقاليدنا ونقول لهم لا احنا لسه بخير وعندنا حاجه اسمها اخلاق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أحسن الناس خلقا وأعظمهم أخلاقا، مدحه ربه تبارك وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن يعني آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. ما تفضلتم به حضرتك أستاذنا الكريم، هذه من فئة يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء الذين يركزون على السلبيات وينشرون أمورا قد تؤدي إلى خلل في هذه الأمة، وينشرون صور مثلا خارجة أو مواقف سلبية كثيرة، هذه يعني تزعزع أمن واستقرار الوطن، مما يؤدي إلى يعني انتشار الفاحشة وانتشار الضغينة والبغضاء والحقد والحسد بين نفوس الناس. صحيح. حينما يركز أحد مثلا على مشهد معين، فأنا كإنسان فقير أرى أن هذا يأخذ مال كثير، فيحدث شيء من الضغينة والغل والحقد، وتجدني بدافع هذا الحقد والغل والكلام ده أريد أن أنتقم. صحيح. أي لماذا هذا يأخذ أكثر مني وربما أكون أنا أعمل أكثر منه كما يصور لنا هؤلاء الفئة القليلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذه ويأمرنا بأن نحسن أخلاقنا، فقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صحيح. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا مع الكبير والصغير، مع المسلم ومع غير المسلم، مع جميع الفئات، حتى مع الحيوانات والكائنات الأخرى التي تعيش من حولنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها، سأكل من خشاش الأرض. سلام عام مع جميع الناس، أخلاق عامة مع جميع الناس ومع الكائنات التي تعيش حولنا. فالأخلاق هي سمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. فضيلة الشيخ، خلينا دايما بنقول أن يعني إحنا بنستمد كل أسس الحياة وكل قواعد الحياة من الدين. خلينا نربط الدين بالمجتمع النهاردة. للأسف الشديد أصبح هناك متغيرات كثيرة جدا، وأصبح متناقضات، يعني مش نقدر نركن في متناقضات كتير بتؤثر على عقلية ونفسية كل إنسان فينا. إزاي أنا النهاردة أقدر أن أنا أوجه المجتمع بطريقة سليمة بما يتناسب مع العادات والتقاليد الدينية، ويعني ونحن نعلم جميعا أن الأديان السماوية كلها بتسعى إلى هدف واحد وهو السمو بالمجتمع أيا كانت هذه الديانة. جميل. هو لو وقفنا عند خلق من أخلاق النبي أو من أخلاق الإسلام بصفة عامة، وهو خلق السماح، لو تسامحنا لاستقر المجتمع وصار الهدوء والاستقرار بين جميع الناس. يعني لماذا الشحناء والضغينة ولا يوجد يعني
بيننا مسألة التسامح، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح مع المسلمين ومع غير المسلمين. يأتي رجل يهودي ويمسك بتلابيب ثيابه صلى الله عليه وسلم وينهر ويقول يا محمد رد علي مالي، فما علمنا عليكم يا بني هاشم إلا أنكم تأكلون الحقوق وتماطلون فيه. احنا ما نعرفش عنكم غير أنكم بتأكلوا أموال الناس وتأخذوا أموال الناس بالباطل، رد إلي مالي. فسيدنا عمر يعني الموقف إزاي أنت تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعني يمسك سيفه ويضرب عنق الرجل، قال مرني يا رسول الله أن أقتله. كان بإيد النبي يقول له اقتله وريحنا منه خلاص خلصت المسألة، هو جاي بيهزأني قدام الناس وقدام أصحابي. لا، ما فعل النبي ذلك، وإنما قال يا عمر ما كان عليك إلا أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الرد. الأخلاق، الأدب، أنت تأمره، أنت في جلسة بين متخاصمين ما تسخنش المسألة، زي ما بنقول في اللغة العامية بتاعتنا ما تقعدش توقع الضغينة والبغضاء، ما تولعش الدنيا، ما تولعش الدنيا. وده في جزئية من ضبط النفس. نعم. يعني خلينا نقول أن للأسف الشديد أصبح نوع من العصبية والتوتر النفسي بتؤثر بشكل كبير جدا في سلوكياتنا، زي أن أنا أعيد ضبط النفس بهدوء وبحنكة علشان أقدر أفكر صح. تمام. هو تدريب النفس على قضم الغيظ، إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك منفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. هتتكلم عن الناس، تم الناس لها ألسنة هتتكلم عنك. صحيح. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. صحيح. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. صحيح. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسن. صحيح. دكتور مصطفى، يعني كلنا بنتابع اولمبياد ريو دي جانيرو، وفي حاجه حصلت فيها خلت العالم كله يتكلم عليها، بس دي حاجه اقل حاجه عندنا لان دي اخلاقنا. في اللاعبه في سباق 5000 متر، اللاعبه الامريكيه اسمها داجوستينو، كانت بتجري جنب زميلتها النيوزيلنديه اسمها هامبلن. هامبلن دي وقعت المنافسه بتاعتها، فراحت سابه السباق وجريت عشان تطمن عليها. مش عايز اقول لك الميديا عملت ايه، ويا سلام والاخلاق والرياضه، ما هي فعلا الاخلاق والرياضه كده، لكن دي اقل حاجه عندنا في ديننا الاسلام اللي بيحسن عليه اصلا. محمد رشوان لو نفتكر في الجودو من كام سنه، 20 ولا اكتر من 20 سنه، عملها في نفس الحكايه، لان دي عاداتنا. هذه الدنيا ما بتقومش تقعد علينا، احنا بتحكيش علينا ليه وعلى الاسلام ليه؟ وبيحاولوا يشوهوه دايما ليه؟ هو ده اللي احنا بنقوله. لانه لو نظرنا بعض الذين ينتسبون الى الاسلام بمظهر يدعون انه ينتسب الى الاسلام يسيئون الى الاسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال كل منكم على صغر من صغور الاسلام فلا يؤتى الاسلام من صغر. صحيح. احذر، حضرتك ممثل للاسلام كمسلم، فانت هنا في هذا المشهد على فتحه من فتحات او صغر من صغرات الاسلام، فلا تكون منفذ لاعداء الله ان يدخلوا من غير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحيح. طب غير المسلمين ما يسلموش منا؟ نسب ونلعن لا، سلام المسلمين من لسانك ويدك في سلام غير المسلمين. بمعنى لو انا انسان مسيحي او يهودي وانا لعنته او سبيته، هيقول لي هي دي اخلاقه، من تقلكوا يا مسلمين فيكم كذا، اذا اسات للمسلمين. صحيح. جميعا باساءتك لهذا، فلو سلم هذا من لسانك لسلم المسلمون من لسانك ايضا بسبب السب اللي هو سبوا لك. فكل منا على صغر من صغور الاسلام، ولا بد وان تكون الاخلاق عليها. لما يجي احد علمائنا يقول لك ذهبت الى بلاد الغرب فوجدت اسلاما بلا مسلم. صحيح. ليه؟ لأنهم أخذوا مبادئ الإسلام وطبقوها كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لذلك هم ارتقوا وارتفع شأنهم، وصار لا تجد بينهم الضغينة، لا تجد بينهم الحقد، حتى ولو كانوا جميعا وقلوبهم شتى، يعني هم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن هم يظهرون التعليم، عندهم الأمانة في العمل، عندهم المصداقية في الكلام، عندهم الوفاء بالعهد، عندهم السماحة. صحيح. عندهم التسامح، يعني واخدين مبادئ كلها. هذه هي مبادئ الإسلام، ولكن أين نحن منها؟ بعدنا عنها وأخذ غيرنا فارتقوا بها. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يدخل بيت المقدس ويأتي سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ويقول أتخوض في الطين بقدميك، فيقول أواه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لقد كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام. إحنا كنا أزل لأننا كنا نعبد الأصنام، لأننا كنا نؤذي البنات، لأننا كنا يغار بعضنا على بعض فنقتل بعضنا بعض
أهون الأسباب كانت عندنا العصبية والجاهلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. سيبك بقى من قصة أنا ابن مين، كل ما تكلم حد يقول لك أنت ما تعرفش أنا مين، أنا ما تعرفش أنا ابن مين، أنت ما تعرفش بتكلم مين، أنا عبد الله. نعم، دعوها إنها منتنة. لذلك يقول سيدنا علي الناس من جهة الأصل أكفاء متساوون، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأخلاق مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. عايز تفتخر بنسب قل أنا ابن الطين والماء. صحيح. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. صحيح. الله، يعني أحلى كلام الحقيقة. وعلى فكرة ده حتى بيخلينا نتوجه للعلم وللعلماء في كل مجالات حياتنا، لأن هو ده السبيل برضو لرفعة المجتمع في شتى المجالات. ديننا بيدعو إلى كل ما هو إيجابي بالنسبة للمجتمع. للأسف الشديد وقتنا خلص، لكن أعتقد أن الأزهر كمان عليه دور كبير جدا في هذا الموضوع. نعم. في التوعية بالنسبة للنشأ الجديد، الأطفال هم دول الأساس. صحيح. اللي بنبني عليه في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء الأزهر، نورتنا يا فندم. ألف شكر لحضرتك. قبل ما نطلع فاصل سريع، الناس الشباب اللي لسه بيتجوز جديد عليكم عبء كبير جدا، الأسرة مهم جدا، ربوا ولادكم كويس، ده استثماركم. المال والحاجات التانية دي كلها بتروح وتيجي، الاستثمار الأمثل في تربية وأخلاق الأولاد. هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل المنشد دكتور أحمد السيد. جدا ان احنا نعيش حالة روحانية خاصة يوم الجمعة، بيستحب فيه الدعاء لدى ربنا سبحانه وتعالى لانفسنا والبلدنا باذن الله. خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا، برحب بالمنشد دكتور احمد السيد. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا بيك دكتور احمد. يعني ما تيجي نبتدي كده بما يتأثر من القرآن الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك
المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسن صدق الله العظيم أحسن حضرتك دكتور صيدلي ولكن متجه الى الانشاد الديني ايضا وده هل بتجمع ما بين الاثنين ولا ايه؟ نعم بمارس بتجمع ما بين الاثنين. طيب دايما في يوم الجمعه احنا يعني بيكون محبب لينا جدا ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى وان احنا يعني يكون لينا الرغبات الخاصه بينا والخاصه لبلدنا. النهارده في يوم الجمعة نقدر نقول ان احنا بندعي بايه وازاي ان احنا بالفعل يعني كلنا نجتمع على حاجة واحدة خصوصا ان احنا بنتكلم عن الاخلاق والايجابيات بتحرص على ده ازاي من خلال الاناشيد والتواشيح الدينية؟ والله من خلال الانشاد الديني يعني انا عندي في يعني الفواصل او الفقرات اللي قبل كانوا بيتكلموا عن الاخلاق والصفات الحميده اللي الاسلام بيحث عليها من خلال الانشاد الديني برضو انا عندي فكره بحاول اوصلها برضو من خلال القصائد اللي انا في شعراء بيكتبوها بنشدها وبقولها مثلا في يا ريت نسمع حاجه منهم في حاجات بتبقى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهنبدا بحاجه يعني عن سيدنا النبي وندخل بعد كده الدعاء حبيبي اصل الجمال هو الجمال كله حبيبي أصل الجمال حبيبي أصل الجمال هو الجمال كله حتى القمر ينظر حتى القمر ينظر كالنور من ظله والنجم لما هوى والنجم لما هوى عاشق وبيمل جبريل دليل النبي جبريل دليل النبي الإسراء والمعراج وفي ساحة الذات
سيدنا النبي كان بيدل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله الله تفلفي البئر أضحت سلسبيلا الله الله تفل في البئر أضحت سلسبيلا الله الله وصار لصحبه شهدا مداما قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل أحسنت علي يا دكتور سلام جميل جدا للأسف الوقت بيخلص بسرعة احنا بنشكر وجودك معنا جدا دكتور أحمد ويا رب دايما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لكل دعواتنا احنا هنختم على دعاء بس طبعا بنشكر كمان كل السادة المشاهدين اللي تابعونا النهاردة صحيح فضل اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
وصل يا ربنا عليه في كل وقت وحين، واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلهم في أمن وأمان وسلم وسلام إلى يوم الدين. واهد اللهم شباب المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.